دعا الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إلى وقف إطلاق النار فورا في عدن، ويأتي هذا فيما أفادت مصادر طبية يمنية أن 15 قتيلا على الأقل سقطوا في الاشتباكات التي حدثت بين قوات عسكرية وأمنية حكومية وفصائل مسلحة تابعة للانفصاليين الجنوبيين في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. كما وجه رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر بوقف إطلاق النار فورا وعودة القوات العسكرية إلى ثكناتها، محذرا من تداعيات خطيرة حال استمرار القتال.